السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بحاول أتفاعل مع السوق المصري بالنسبة لأسعار الأدوات والمعدات والأجهزة الكهربية اللي موجودة عشان نستفيد منها كلنا ونبقى على دراية بالأسعار اللي موجودة في الوقت الحالي. لو انت عندك شقة صغيرة وهتحتاج لها لوحة كهرباء 7 خط بالقواطع بتاعتها، يبقى ان شاء الله هتعرف السعر معايا كامل بالنسبة للوحة والقواطع بالأمبيرات المختلفة. أسعار اللوحة بالقواطع من شركة فينوس، شركة فينوس الشهيرة جدا دلوقتي في السوق المصري واللي بدأت تنتشر انتشار كبير جدا في الفترة الماضية. اللوحة 7 خط من شركة فينوس الوش والظهر بلاستيك سعرها 207 جنيه. بعد كده هقول لكم أسعار القواطع اللي موجودة في اللوحة اللي هم 7 قواطع، بس خلي بالك من حاجة، اختيار الأمبير بتاع القواطع أنا اللي مختاره، يعني أنت بتروح تجيب من الشركة اللوحة فاضية وبتختار القواطع بالامبيرات بتاعتها على حسب الاحمال اللي موجوده عندك. طيب القاطع الرئيسي في اللوحه قاطع فردي 40 امبير سعره 48 جنيه. بعد كده قاطع 25 امبير لتكييف 1.5 حصان وسعره 43 جنيه. بعد كده قاطع 20 امبير لسخان المياه الكهربي، السخان ده 1200 واط او 30 لتر وسعر القاطع 43 جنيه. بعد كده في 2 قاطع اناره، القاطع 16 امبير سعر القاطع 43 جنيه. بعد كده عندنا 2 قاطع، القاطع 20 امبير للبرايز، يعني انا مقسم كهرباء الشقه على خطين، كل خط له قاطع 20 امبير وسعر القاطع 43 جنيه. طيب لو جمعنا كده الاسعار كلها، سعر اللوحه والقواطع كلها، هنلاقي ان سعر اللوحه بالقواطع 513 جنيه. عشان توصلك فيديوهات مفيدة من النوع ده اشترك في القناة وادعم الفيديو بالاعجاب وشاركه، ولو ليك اي تعليق والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.